بسم الله الرحمن الرحيم لغة فرنسية نستأنف مع بياليغي كومبروندر ونستأنف مع قصة باليماكو. طبعا كنا قد وصلنا إلى نهاية الفقرة الرابعة كما قلنا أسانسي كيل دوفينغ أمي كيل دوفينغ أمي وهكذا هما أصبح أصدقاء. طبعا تحدثنا عن البنية التي أخرجت لسانها لباليماكو ثم أن باليماكو قابلها بنفس الأمر اعتقادا منه بأن إخراج اللسان هي طريقة التعبير عن التحية لكي يحيي البنت الصغيرة. هو أيضا أخرج لسانه هو يعتقد بأن تحييه فأخرج لسانه أيضا فضحكت البنت لأن لسانه أطول من لسانها. ثم هو أيضا بدأ بالضحك فأظهر أسنانه الجميلة البيضاء جدا. La petite fille blanche a pris à Baliméco des choses très savantes. إذا البنت الصغيرة a pris أن علمت à Baliméco علمت Baliméco des choses très savantes des choses très savantes علمت أشياء جد علمية. كما نقول جد علمية كما نلاحظ على الشرح des choses savantes très compliqué. إذا نتكلم عن جد معقدة. Un savant, c'est un homme qui sait beaucoup. Un savant, يعني العالم. Un savant, هو العالم. وهذه الكلمة تأتي من فعل savoir. هذه الكلمة تأتي من فعل savoir. يعني عرفة. ومنها أيضا le savoir. نفس الكلمة ممكن أننا نعتبرها كاسم. والمقصود بالمعرفة. le savoir. المعرفة. إذن الشخص العارف يسمى لو سافون. إذن عندنا هنا ان سافون يعني العالم أو العارف بمعنى آخر. سيت ان نوم كي سي بوكو هو الرجل الذي يعرف كثيرا. كي سي إذن نتكلم هنا على لو فيرب سافوار. كي سي بوكو الذي يعرف كثيرا بوكو دو شوز تخي كومبليكي يعرف الكثير من الأشياء الجد معقدة. إذن عندما نقول لي شوز تخي سافونت إذا نتكلم عن أشياء كما نقول جد علمية أو جد معقدة بمعنى آخر. سنرى ما هي هذه الأشياء التي علمتها الإبنة للطفل والتي وصفت هنا بأنها très savante. La petite fille blanche a pris à Baliméco des choses très savantes. إذن البنت الصغيرة البيضاء a pris à Baliméco علمت Baliméco des choses أشياء très savante أشياء جد علمية أو جد معقدة. مثل ماذا؟ comme son mouchet dans un carré d'étoffe au lieu d'utiliser ses doigts. au lieu d'utiliser ses doigts. comme son mouchet dans un carré d'étoffe. مثل مسح أنفه. son mouchet المقصود بها أنك تخرج ما بأنفك. comme مثل son mouchet أنك تخرج ما بأنفك dans un carré d'étoffe. dans un carré d'étoffe في مربع لقماش في مربع قماش. بمعنى آخر نتكلم عن منديل أنك تخرج ما بأنفك إلى منديل au lieu في مكان كما نقول بمعنى آخر بدل بدل هذا au lieu d'utiliser ses doigts بدل أن تستعمل أصابعك بدل أن يستعمل الشخص أصابعه. بمعنى آخر أن باليماكو كان عندما يخرج سائل من أنفه كان يستعمل يديه للتخلص من هذا السائل. لكن البنت علمته شيئا معقدا كما نقول. إذن هناك أن البيض يتفوقون على السود. إذن العبارة تريد أن تقول هذا. إذن هي علمته كيف ينظف أنفه بقطعة قماش مربعة. إذن هي علمته أن يستعمل قطعة قماش مربعة بدل استعمال يديه. طبعا كما نعرف بأن استعمال اليدين إن صح فهو بسبب الفقر وليس بسبب المعرفة. إذن au retour il lui montra comment grimper le long d'un cocotier. إذن au retour بالمقابل هي علمته شيء وبالمقابل هو سيعلمها أشياء وبالمقابل هو أيضا سيعلمها أشياء أخرى. au retour إذن بالمقابل إلوي مونتخا إذن هو يظهر لها
إذن هو يعلمها كما نلاحظ إلويمونتها هو يظهر لها كومون غرامبي كيفية التسلق كومون غرامبي كيفية التسلق لولون كما تلاحظوا هنا لولون يعني على طول لولون دان كوكوتي على طول شجرة الكوكوتي كما نلاحظ على الصورة إذن هو بالمقابل هو يعلمها كيفية تسلق شجرة الكوكوتي كومون فابغي إنومبريل avec des palmes tressées, ils deviennent inséparables. Comment fabriquer une ombrelle avec des palmes tressées? Ils deviennent inséparables. إذن هو يعلم أيضا كيفية صناعة إنومبريل. كما نقول مظلة. كما نتكلم عن مظلة. إذن هو يعلم أيضا كيفية صناعة مظلة avec des palmes tressées. كيفية صناعة إنومبريل. يعني كيفية صناعة شمسية أو مظلة. avec des palmes tressées بساعة في النخل أو بأوراق النخل tressée أنها مربوطة ببعضها بعضا طبعا هناك طريقة تربط من خلال أوراق النخل ببعضها بعضا وتصنع منها أشياء كثيرة من بينها كما عندنا هنا صناعة شمسية أو مظلة en retour بالمقابل il lui montre comment grimper le long d'un cocotier بالمقابل هو يريها كيفية التسلق على طول الكوكوتي ثم كومون فابريكي اون امبريل كيفية صناعة شمسية افيك دي بالم تريسي بساعة في النخل او باستعمال اوراق النخل il devient طبعا نتكلم على لو فيرب devenir مرة اخرى او باسي سامبل انسيبارابل اذا هما اصبحا انسيبارابل لا يمكن التفريق بينهما نقول عن شيء بأنه انسيبارابل يعني أنه لا يمكن التفريق بينه أنهما أصبحا مقترنين كل منهما يحب اللعب مع الآخر إذن أصبحا لا يفترقان بمعنى آخر طبعا حتى لا نطيل نستكمل في الفقرة القادمة حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.